مقطع ثاني، المقطع الثاني. فلو اقتديت أيها المعارض في مثل هذه الأحاديث الصعبة المشكلة المعاني بوكيع، كان أسلم لك من أن تنكره مرة ثم تثبته أخرى، ثم تفسره تفسيرا لا ينقص في أثر ولا قياس، ثم فسرته تفسيرا أوحش من الأول. فقلت يحتمل أن يكون هذا الحديث، لاحظ عبارة عن، لا أعرف بالضبط توجيه العبارة، هل عند ابن تيمية الحديث الأول الذي يذكره هنا الأول التفسير الأول والثاني هو باطل، أو الأول هو الحديث والثاني هو تفسير للحديث؟ لكن في النتيجة هو يريد أن يرفض ما قاله المعارض، وعلى أقل تقدير في الحصة الثانية. إذن فقلت يحتمل أن يكون هذا الحديث، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخلت على ربي في جنة عدن شابا جعدا. فإذا كانت هنا هذه شابا جعدا ترجع إلى حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فطبعا هنا يعترض عليها ابن تيمية، لا يقبل بهذا التفسير. يعني إذا جعل هذا هو عبارة عن تفسير للحديث، والشاب الجعد ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له هذا مرفوض. هذا كتوجيه أول لهذا الحديث الأول الذي ذكره ابن تيمية، أو المعنى الأول الذي ذكره ابن تيمية. وإذا كان ليس هذا المقصود، وإنما أراد أن يأتي بالحديث هنا، فأتى بالحديث بنص الحديث أو بمعنى الحديث، وهذا الشاب الجعد ترجع إلى الرب، فإذن هو أتى بالحديث هنا كنص، بعد هذا يتحدث عن تفسيره فيعترض على تفسير المعارض لهذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي وتفسير هذا الحديث بهذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شابا في الجنة من أولياء الله وافاه رسوله في جنة عدن فقال دخلت على ربي، فيقول هذا التفسير باطل، أو قلنا الأول والثاني هذا باطل وهذا باطل، أو إذا الأول كان هو نص حديث فالتفسير وهذا الثاني هو باطل. يقول إذا قلت هذا أيها المعارض، من يقول بهذا فقد ادعى المعارض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفرا عظيما. إذن أنت كافر أيها الجهمي المؤول، إذا تنكر رؤية النبي للرب رؤية عين فأنت كافر، مباح الدم والعرض والمال. فقد ادعى المعارض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفرا عظيما، إنه دخل الجنة فرأى شابا من أولياء الله فقد قال فقال رأيت ربي. هذا كفر، هذا التأويل، هذا التفسير كفر. التنزيه لله والتقديس لله كفر عند التيمية.